بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أحببت في هذه الليلة المباركة أن أتأمل معكم ما سميت بنظرية التطور. كثير من الملحدين اليوم يقولون إنها أصبحت حقيقة علمية. عندما نفتح القنوات الشهيرة مثل بي بي سي، ناشونال جيوغرافيك وغيرها، نجد أنهم يتبنون هذه النظرية كتفسير وحيد فقط لوجود الكائنات الحية في الكون ولوجود البشر ولوجود الطبيعة بشكل عام. بكل هدوء أيها الأحبة، أنا أود أن أخاطب اليوم عقولكم بالمنطق العلمي. نحن لن نتحدث بمنطق القرآن العظيم، لأن من يؤمن بنظرية التطور حقيقة لم يفهم القرآن. هذا إذا كان مسلما، هو لم يفهم القرآن، فهمه فهما سطحيا. وإذا كان ملحدا فلن يقتنع معنا عندما نخاطبه بلغة القرآن. طيب، دعونا اليوم نتحدث بلغة العلم، لغة الهندسة الوراثية، لغة ما يسمى بعلم الجينات، لغة الأحافير، لغة الكيمياء الحيوية مثلا. هذه العلوم التي يعني هي علوم صحيحة، ولكن تم استغلالها لإثبات وهم لإقناع الناس أنه لا إله على هذه على في هذا الكون. لا إله، نحن نقول لا إله إلا الله، هم يقولون لا إله إلا الطبيعة، فيعتبرون الطبيعة هي التي خلقت الكائنات وأوجدت الكائنات من خلال قوانين. أيضا هذه القوانين خلقت نفسها بنفسها، والمادة الأولية خلقت نفسها بنفسها. وأنا أستغرب كيف يمكن لإنسان عاقل أن يقتنع بهذا الكلام. للأسف كثير من الناس يقتنعون به لأنه لا يوجد بديل. طبعا البديل موجود لدينا في القرآن، وبكل بساطة بكل بساطة نحن لدينا الحقيقة المطلقة في القرآن أيها الأحبة. طيب دعوني أنا فقط أناقش نظرية التطور الحديثة طبعا، لأن النظرية القديمة التي كتبها داروين حقيقة لا تصلح لشيء بعد اكتشاف ما يسمى بالشفرة الوراثية أو الحمض النووي DNA، والاكتشافات المذهلة خلال تقريبا 50 سنة الأخيرة. لو خرج داروين من قبره لما عرف نظريته ولا أنكرها، هو سينكرها، لأن العلوم قبل 150 سنة تقريبا أو أكثر، نظرية التطور مضى عليها أكثر من 150 سنة، 160 سنة تقريبا. العلوم كانت محدودة جدا، لم يكن أحد يعلم شيئا عن تركيب الخلية، كانوا يعتبرونها عبارة عن وحدات أولية فقط، مثل نظرة العلماء قديما للذرة، كانوا يعتبرونها كتل صغيرة هكذا مصفوفة فقط. ولكن تبين أن الذرة معقدة جدا جدا، وحتى الآن لم يستطع العلماء فهم آلية عمل الذرة. سلوك الإلكترون فقط، اقرأوا عن سلوك الإلكترون داخل الذرة، سلوك محير، تارة يسلك سلوكا ماديا ملموسا، تارة يسلك سلوك الموجة. وبالتالي حتى العلماء يتخبطون حتى الآن في معرفة يعني حقيقة الذرة بالضبط، لا يعلمون. طب لماذا، كسؤال بسيط، لماذا الأكسجين مثلا يتفاعل مع الفحم أو الكربون؟ لماذا؟ لا أحد يعلم، يقولون هكذا وجدناه في الطبيعة.
لماذا لا يتفاعل الغاز النيتروجين الموجود في الهواء في الغلاف الجوي؟ لماذا لا يتفاعل مع الفحم؟ لا يعلمون أيضا. طبعا هم يقولون عدد الإلكترونات والطبقة هذه وهذا عنصر خامل وغير خامل، ولكن لماذا لا يعلمون؟ لأنهم ليسوا هم من خلق الكون، الله هو الذي خلق الكون. لذلك أفضل من يحدثنا عن الخلق هو الخالق عز وجل. طيب، نظرية التطور أيها الأحبة، كثير من الأحبة المؤمنين الذين يعتقدون أن نظرية التطور غير صحيحة يفشلون في مناقشة أصحاب نظرية التطور بسبب عدم المعرفة الكافية بحقيقة هذه النظرية وبالعلوم التي قامت عليها، مثل الكيمياء الحيوية والهندسة الوراثية وعلم الجينات بشكل عام وإلى آخره. فأنا سأبسط لكم اليوم أيها الأحبة هذا الموضوع إلى يعني أبسط شيء ممكن. النظرية قامت أخي الحبيب على افتراض أن هناك خلية خلقت بالصدفة، وجدت هكذا. العلم الحديث عندما درس تركيب الخلية، وعلى فكرة حتى الآن العلماء يجهلون حقيقة الخلية، هم يعلمون أن هذه نواة وهذا غلاف غشاء سيتوبلازم مثلا، وهذا سائل يتحرك، وهذه جسيمات لتوليد الطاقة تسمى ميتوكوندريا، وهذا حمض نووي، وهذا كذا، يعلمون. ولكن هذه الأجزاء كيف تجمعت؟ يعني كيف تستطيع الخلية خلق أو تصنيع البروتين؟ هذه العملية حتى الآن لازالت مجهولة بالنسبة للعلماء. هم يعلمون كيف يتم الوضع، ولكن لماذا تقوم الخلية بذلك؟ ما الذي يدفعها؟ من الذي يشرف عليها من الخارج؟ من الذي يحركها؟ ثم بعد ذلك الخلية لها عمر ثم تموت. لماذا تموت؟ يعني هناك أسئلة كثيرة أخي الحبيب لا جواب عنها. افترض داروين أن هذه المدينة الصناعية التي تدعى خلية أنها وجدت بالمصادفة. طبعا داروين كان يظن أن الخلية عبارة عن مثل وحدة أو كتلة بناء أولية ليس فيها شيء، أو ربما فيها بعض المكونات غير مهم، وجدت هكذا في الطبيعة بشكل عشوائي بشكل مصادفة، ظروف يعني اجتمعت مثل الماء ودرجة الحرارة والبرق، البرق يولد كهرباء، واجتمعت ظروف معينة بالصدفة مع غازات معينة في الغلاف الجوي، مع يعني تخيلات، هي تخيلات، ونشأت هذه الخلية. طيب بعد أن نشأت هذه الخلية بفعل الحاجة أو بفعل التطور أو بفعل الظروف المحيطة تحولت إلى كائن متعدد الخلايا. طيب قبل ذلك يعني هذه الخلية كيف نشأ فيها الإحساس؟ الخلية الأولية أيها الأحبة أو الخلايا التي كانت موجودة قبل مليارات السنين لها حركة، لها إحساس، لها عقل، لها آلية لتتغذى وتتكاثر وتصنع تصنيع الخلايا الجديدة، الانقسام وكذا كذا. طب هذه الآلية كيف نتجت يعني؟ طبعا داروين لا يعلم كل هذا الكلام. طيب فجأة تحولت إلى كائن متعدد الخلايا. طب هذا الكائن كيف يعني، ما هي الآلية التي جعلت هذا الكائن ينتج؟ يقولون إنها الطفرة. عندما تنقسم الخلية أخي الحبيب مثل عملية النسخ، يعني أنت عندما تنسخ مثلا، أعطيك سطر أو صفحة أقول لك انسخ لي منها 1000 نسخة، وأنت تنسخ يدويا الذي يحدث أن هناك بعض الأخطاء أنت ترتكبها أثناء عملية النسخ، وهذا طبيعي. أحيانا تضيف كلمة، تحذف كلمة،
تضيف حرف، تنسى سطر أحيانا، فأخطاء النساخ معروفة. عملية تكاثر الخلايا هي عملية نسخ، كأنك هذه الخلية تنسخ نفسها. طبعا الله هو الذي يشرف على هذه العملية ويتحكم بها، والله تعالى هو الذي وضع القوانين ووضع الظروف المناسبة، ولكن هم يقولون العملية تتم هكذا من دون أي مسبب ومن دون أي شيء. طيب، أثناء عملية النسخ ما الذي يحدث؟ عملية النسخ أخي الحبيب، نحن نعلم أن الشريط الوراثي هو المسؤول عن خصائص الخلية، فيه عدد من الجينات، فيها معلومات، هذه المعلومات أشبه بشيفرة، أشبه بكود. يعني نحن اليوم برنامج الكمبيوتر الذي ينفذ عمليات معينة، برنامج تشغيل الموبايل يقوم بفتح الشاشة وإرسال رسائل وكذا، برنامج. هذا البرنامج هو كود، بالنتيجة هو أكواد أو شيفرات. تماما الشريط الوراثي DNA فيه هذه الشيفرات، ولكن الشيفرات ليست مكتوبة بالأرقام، مكتوبة بلغة أخرى. لدينا 4 أحرف أساسية وتتجمع بطريقة معينة لتولد لنا مجموعة كبيرة من المعلومات، ما يمكن أن نسميه المعلومات، هي التي تعطي هذه الخلية خصائصها. الذي يهمني أخي الحبيب أن تعلم أن عملية خصائص هذه الخلية موجودة أين؟ في الشريط الوراثي. وأثناء نسخ الخلية لنفسها هي تنقسم وتنسخ نسخة أخرى. هذا الشريط الوراثي هو معلومات، هو عبارة عن، يعني تخيل أنه صفحة مكتوبة أمامك وأنت تنسخها. فعبر آلاف وعشرات الآلاف وملايين من عمليات النسخ تحدث أخطاء، وهذا صحيح. هذا الكلام بالنسبة للشريط الوراثي وبالنسبة للخلايا صحيح، الأخطاء تحدث، ولكن هي ليست أخطاء، هي مقدرة من الله. نحن نقول هم يسمونها أخطاء. هذه الأخطاء عندما تتراكم تولد مخلوقا جديدا كما يقولون. طبعا هنا المشكلة، هنا تبدأ المشكلة. يعني أنا سأعطيك مثال أخي الحبيب. إذا كان لديك كتاب في الطب وقمت بنسخه 500 مليار مرة، تمام؟ دقق معي تماما. هذا الكتاب هل يمكن أن تجد فيه بعد 500 مليار عملية نسخ نتيجة أخطاء بالمليارات أن تجد فيه النظرية النسبية مثلا؟ مستحيل، يستحيل تماما، احتمال حدوث هذا صفر. حتى لو جلست عمر الكون كله لن ينتج معك شيء مختلف تماما نتيجة أخطاء، لأن النظرية النسبية تحتاج إلى عقل مبدع ليصيغ مفرداتها. أنت إذا نسخت القرآن الكريم مثلا، هذا مثال آخر، مهما ارتكبت من أخطاء أخي الحبيب لن ينتج معك كتاب مثلا في الجيولوجيا. ليس له علاقة. يعني هم ماذا قالوا؟ قالوا هذه الخلية الأولى نتيجة النسخ المتكرر ونتيجة سلسلة من الأخطاء تراكمت هذه الأخطاء، والأخطاء هي أخطاء معلومات خلقت كائن متعدد الخلايا. طيب أنا حتى لو قبلت بذلك، طيب هذا الكائن متعدد الخلايا ليكن حشرة مثلا، يعني أنا لدي خلية أم هي الخلية الأولى، خلية بكتيرية موجودة في الطبيعة ومعروفة يعني، ونسخت نفسها على مدى
3 مليار سنة مثلا، أو 4 مليار سنة، أو 10 مليار، ضع أي عدد تحب. ثم نتج لدي حشرة مثل النحلة، نحلة تصنع العسل. طيب المعلومات هذه من أين جاءت؟ بالمنطق. النحلة لها نظام دقيق جدا في جمع الغذاء والرحيق، ويدخل إلى جوفها وتبدأ عملية تصنيع معقدة جدا، وإنتاج العسل واليرقات والتعقيم وبناء الخلايا، وهو عالم معقد جدا. آلية الطيران لديها معقدة، نظرها أعقد من نظر الإنسان. النحلة قلنا هذا في بحث سابق، ترى بالتصوير السريع، يعني وهي تطير بسرعة ترى الزهرة وتحدد أن هذه مناسبة أو غير مناسبة لها، هي تتفوق على الإنسان. ولولا هذه الميزة لما استمر النحل في عمله ملايين السنين، طيب بل مئات الملايين من السنين. نحلة حشرة قديمة جدا. المهم أخي الحبيب، أنا هنا أود أن أتوقف. عندما جاءت هذه الخلية الأولية وتطورت إلى حشرة مثل حشرة النحل، طيب نحن قلنا هناك أخطاء في النسخ، هذه الأخطاء تنتج أشياء جديدة. كيف نتج البرنامج المسؤول عن صناعة العسل؟ لا يمكن، يعني أنا الآن سأمسك جهاز الكمبيوتر وأفترض أنني سأجلس مليار سنة وأنا أضرب عشوائيا، هل ستنتج معي مثلا قصيدة شعر؟ هل سينتج معي نظرية علمية مثلا؟ مستحيل، يعني خلونا نكون منطقيين. فهذه الخلية حتى لو أنتجت كائن متعدد الخلايا لن ينتج آلية طيران جديدة، وآلية تصنيع العسل، وآلية التعقيم. النحلة لديها جهاز تعقيم تعقم، لديها السلاح، لديها آلية الدفاع الحراري، هي تدافع ضد بعض الحشرات الأكبر منها بواسطة تهز أجنحتها، يسمى الدفاع الحراري عند النحل، تقتل الفريسة بالحرارة. عين النحلة متطورة جدا. طيب كل دماغ النحلة متطور. طيب طريقة معالجة المعلومات عند النحلة كيف جاءت؟ يعني حتى لو قبلت أنا أن أخطاء النسخ ولدت لي نحلة كشكل خارجي كخلايا، طيب كيف سأقبل أن هذه النحلة تقوم بتصنيع العسل بالصدفة؟ لذلك يعني أنت إذا ذهبت إلى البرامج هذه الوثائقية، ما يسمى بالبرامج الوثائقية العلمية، تجد أنهم يقولون لقد طورت هذه النحلة آلية الطيران لديها، وطورت طريقة رائعة لترى بها الأزهار، وطورت هي. طيب من الذي طور؟ هل النحلة يعني لديها مصنع لتطور؟ لديها كيف طورت؟ هكذا يقولون، يعني الإنسان طور نفسه من قرد، يعني عبث علمي، هذا عبث علمي أيها الأحبة. الآن الطفرة التي تحدث هي تحدث فعلا، ولكن هذه الطفرة أو خطأ النسخ أو الطفرات، يعني أخطاء النسخ، لا تنتج عشوائية، لا تنتج شيء مفيد. يعني أنت إذا أخذت مثلا عددا من الفيروسات أو البكتيريا وجلست وانتظرتها لتتكاثر مئات الآلاف من المرات، لن تنتج لك شيء مفيد، لن تنتج لك مثلا كائن متعدد الخلايا متطور فيه خصائص جديدة، هذا لا يحدث، مستحيل. يمكن أن تنتج لك، يعني الخلية البكتيرية إذا جعلتها تتكاثر ملايين المرات
يمكن أن تنتج لك بكتيريا بمواصفات أخرى، ولكن تبقى البكتيريا كما هي بكتيريا، لا تستطيع أن تنتج كائن آخر. لذلك أخي الحبيب، علميا نحن نتحدث، قبل خلق أي عضو جديد يقوم بمهام جديدة لابد من وضع المعلومات التي تحكم هذا الخلق. يعني أنا وضعت تصميم للنحلة، لا يكفي التصميم، لا يكفي عدد الخلايا، لا يكفي الشكل الخارجي، لابد من وضع برامج النحلة بموجب هذه البرامج تقوم بتصنيع العسل، وإلا كيف النحل ينظم نفسه؟ طيب كيف عالم النمل ينظم نفسه؟ مستعمرة يمكن أن نجد فيها مثلا 1,000,000 نملة، 1,000,000 نملة يعملون وكأنهم نملة واحدة، يتواصلوا، لديهم آلية للتواصل. النمل على فكرة معقد أكثر من النحل أو لا يقل تعقيدا عنه. النمل لديه آلية للتواصل بالذبذبات الكهرطيسية. طيب هذه الذبذبات الكهرطيسية التي نتجت عن النملة وتخاطب نملة أخرى تبعد عنها مثلا عدة أمتار وتخبرها أن الطريق الصحيح هو كذا، أو هنا يوجد غذاء، أو هنا يوجد كذا سكر، أو هنا يوجد خطر. طيب هذه الآلية في التواصل لم تكن موجودة في الخلية الأساسية الأولية، من الذي أوجدها؟ يقول لك النملة أوجدتها. طيب وأنا لا أمزح على فكرة، يعني أنا شاهدت آلاف الأفلام من هذه الوثائقية، الآلاف، وكان لدي شغف بمتابعتها، وكنت أضحك فعلا على هذه التعابير. حتى تقريبا أنا تحدثت عن دراسة كبرى، دراسة كبيرة جدا عالمية في عالم الحشرات. عالم الحشرات أيها الأحبة عالم معقد جدا، آلية التواصل وآلية الطيران. يعني البعوضة مثلا، آلية إقلاع البعوضة لم تكتشف إلا مؤخرا، كل هذا التطور العلمي يجهلون كيف تستطيع البعوضة أن تقلع بحمولة كبيرة من الدم بعد أن تمص الدم، وتقلع بكل بساطة. وجدوا أن البعوضة لا تطير هكذا، يعني جناحها لا يطير هكذا، بل يطير هكذا، هناك دوران، هذا تخلق دوامات من الهواء تشكل قوة رافعة لها تستطيع أن تحمل أضعاف وزنها، لذلك تجدها محملة بالدم وبرفة بسيطة هكذا تهرب. طيب هذه الآلية من أين جاءت بها؟ يعني هذه الآلية المعقدة في الطيران، يقول لك أن البعوضة طورت هذه الآلية. الطبيعة، أنا حتى الآن أسخف تعبير وجدته فعلا هو تعبير الطبيعة. ما هي الطبيعة؟ يقول لك هي الكائنات الحية. طيب من الذي طور الكائنات الحية؟ الطبيعة. طيب كيف يعني الطبيعة طورت هذا الكائن الحي، والكائن الحي هو الطبيعة أصلا؟ لأن تعريف الطبيعة لديهم أنها هي الغطاء النباتي والحيواني والكائنات وحتى ممكن الغلاف الجوي، ممكن تأخذ كل شيء تراه من حولك، هذا اسمه الطبيعة. طيب كيف لهذه الطبيعة أن تخلق نفسها؟ فهذه مصطلحات خادعة أيها الأحبة، وضعت لإضلال الناس، لإقناعهم أنه لا يوجد إله للكون. هذا باختصار يعني هو داروين، هو يقول في كده، يعني إذا قرأتم كتابه أو كلامه أو تصريحاته، يقول إنه يعني بما معناه يعني ألف هذه النظرية ليضع أساساً علمياً يفسر وجود الكائنات الحية بالاعتماد على الطبيعة فقط، يعني بمعزل عن الخالق،
هو يريد أن يقول لك هذه الطبيعة وجدت هكذا بالمصادفة. هذا ملخص نظرية التطور. أنا لخصت لك النظرية كلها بكلمات قليلة. لا يوجد خالق هكذا، يعني هذا الملخص. يعني أنا الآن لدي هذه الكأس، تمام، وفيها الشاي. هذا الشاي أنا صنعته قبل قليل، وضعت الماء والسكر والشاي طيب. جاء شخص وقال أنا سأفسر وجود كأس الشاي هنا بمعزل عنك، يعني أنت لا أعترف بك. وجلس يعني يقول كانت هنا زجاجة من الماء، وجاء الهواء فسكبها على وكذا، شرارة بالصدفة أشعلت النار وجلس. طيب لماذا؟ يعني الخالق موجود، الخالق موجود والمخلوق موجود، الله خالق كل شيء، وانتهى الأمر. لا داعي لهذا التخبط أيها الأحبة. فأنت اعترف أولا بوجود الخالق، ثم ابحث عن آلية الخلق، ستكتشف الحقيقة وقتها. أما هكذا لن تكتشف. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. فلذلك عندما تخلوا عن الخالق عز وجل وأرادوا أن يضعوا نظريات ليوهموا الناس، ماذا؟ أنه ليس هناك أي خالق للكون، ليسيطروا على الناس. الإلحاد ما هدفه أيها الأحبة؟ السيطرة على الناس. يعني فرعون مثلا، فرعون كيف كان يسيطر عليهم؟ كان يقول لهم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يعني لا يوجد إله، وبالتالي سيطر عليهم. الملحدون اليوم يقولون الإله هو الطبيعة فسيطروا عليك. أين؟ لا يوجد طبيعة أصلا. فستضطر تلجأ لهذا الملحد لتأخذ معلوماتك منه، ويصبح هو قدوتك وينمي لديك الإلحاد، ثم تصل إلى الاكتئاب أو الانتحار، أو تعيش حياة سعيدة وتموت وأنت تعتقد أنك مثل أي حيوان آخر لا قيمة لك، وبالتالي كما قال تعالى خسر الدنيا والآخرة. بينما القرآن العظيم أيها الأحبة، القرآن يعطينا الحياة السعيدة، يشعرك بقيمتك أيها الإنسان. يعني أنا لو عملت مقارنة أخي الحبيب بين نظرة الإنسان إلى نفسه عندما يكون ملحدا ونظرة المؤمن لنفسه، يعني أنا لدي اثنان ملحد ومؤمن. الملحد كيف ينظر لنفسه والمؤمن كيف ينظر لنفسه؟ انظر معي إلى هذه المقارنة اللطيفة. الملحد يقول إنه خلق أو وجد، ليس لديه حتى كلمة خلق، يعتبرونها كلمة متخلفة، يقولون تطور أو وجد أو نشأ، يعني استبدلوها بكلمة نشأ، نشوء، حتى إنه سماها نظرية النشوء والارتقاء. وجد نتيجة أخطاء. هل أنا أفتري عليهم؟ نظرية التطور هي عبارة عن قوانين وكلها خطأ، ولكن هناك قانون الاصطفاء الطبيعي وكذا. هذا الإنسان الذي هو الآن أمامكم كيف جاء؟ حسب نظريات الإلحاد جاء نتيجة طفرات. يعني أنت بالخطأ جئت إلى الدنيا. تصور هذه أول إهانة للإنسان. أنا أخاطب الآن بعض الملحدين وأنا أحب لهم الخير حقيقة، يعني
أريدك أن تشغل عقلك. أنت عندما تنظر لنفسك أنك ملحد وتؤمن بالتطور، فأنت جئت نتيجة خطأ، جئت بالخطأ، يعني أخطاء التطور، أخطاء النسخ عبر مليارات السنين أنتجت هذا. إذن أنت جئت بالصدفة. طيب، أنا كيف أنظر لنفسي؟ أنا أنظر لنفسي أن الله خلقني بيده، وأسجد لي ملائكته، لأن سجود الملائكة كان لجنس البشر، صحيح، متمثلا بسيدنا آدم، لأن الله ماذا يقول؟ أيها، يعني السجود لم يكن لآدم فقط، هو كان لجنس البشر. دليل على ذلك: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هنا لم يذكر اسم آدم، هو ذكر النوع أو الصنف هو البشر، وذكر مادة الخلق وهي الطين، وذكر آلية الخلق: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. هذه هي آلية الخلق. لذلك في نظرية التطور لا يمكن أن يعترفوا بالروح، لأنهم إذا اعترفوا أن الإنسان فيه روح سقطت النظرية تماما. لأنك إذا اعترفت بوجود الروح ستعترف بوجود الخالق، إذا النظرية لا داعي لها، هي النظرية تقول لك أنت جئت بالمصادفة. فإذا اعتقدت أنك جئت نتيجة خلق، معنى ذلك يوجد خالق، معنى ذلك النظرية لا داعي لها أصلا، سترمى في الزبالة. طيب، إذا آلية الخلق هي آلية فيها تسوية وفيها نفخ الروح. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ماذا؟ فقعوا له ساجدين. إذن أول نظرة أنظر بها أنا لنفسي أنني مكرم عند الله، مدلل، مخلوق مدلل، يعني مثل ملك، ولله المثل الأعلى. هذا الملك لديه شخص مدلل جعل كل حاشيته المقربين له يخضعون أو يسجدون تكريما لهذا الطفل، هذا دليل محبة له. فالله عز وجل عندما خلق هذا الإنسان وهو سيدنا آدم، وخلق صنف البشر، يعني أراد هذا الخالق العظيم أن يرسل لنا رسالة تكريم، يريد أن يقول لنا أنتم مكرمون مدللون، أنت أيها الإنسان لك أهمية كبيرة عند الله. فأنا يعني نفسيا أرتاح عندما أنظر إلى نفسي هذه النظرة، أن الله أسجد ملائكته لأبينا آدم. انظر إلى هذه النظرة. طيب، حياة الملحد عندما ينظر إلى تفاصيل حياته هي عبارة عن مجرد مصادفات. إذا أصابه حادث سيلوم نفسه، إذا أصابه مرض سيلوم نفسه، لو أنني لم أذهب، لو أنني لم أكل هذه الأكلة التي أمرضتني، لو أني لم كذا، لو أني لم أقترب من فلان لما أصابني هذا الفيروس، ولو يعيش حياته بلو. لماذا؟ لأنه هو اعتقد أنه جاء نتيجة خطأ، فكل حياته أخطأ. بينما في القرآن الكريم ماذا قال تعالى؟ قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سبحان الله. إذن أنا
حياتي هذه الله سخر لي الليل والنهار، وسخر لنا البحر، وسخر كل شيء، وأكرمني، خلق لي كل المتع في الدنيا. إذن أنا إنسان مكرم، أنا مهم عند الله. كل سلوكي مكتوب عند الله، الرزق مقدر، إله يستجيب دعائي. الملحد منعزل، من ينادي؟ لا شيء. لمن يلجأ؟ لا أحد. إذا ظلم يموت قهرا، إذا ضاق رزقه لا يستطيع فعل أي شيء لأن ظروفه قاسية. المؤمن لا، المؤمن هناك إله نلجأ له، إله يحبنا، إله هو يتقرب منا، هو يدعونا لنتقرب منه أيضا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا الإله هو الذي ينادينا، قل يا عبادي، هو يخاطبني، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إله كريم جعل حياتك لها قيمة. طيب، عند الموت الملحد ينظر لنفسه أنه سيموت مثل كما تموت أي حشرة أو أي كلب أو أي فأر أو أي حيوان. إيمانك أخي الحبيب بنظرية التطور سيؤدي بك إلى ذلك لأنه لا يوجد إله، فأنت ستموت مثلك مثل أي كائن آخر، ما أنت تطورت من هذه الكائنات والكائنات تموت وأنت ستموت مثله، وانتهى كل شيء. طيب، إذا ظلمت من سيأخذ حقك؟ لا أحد. إذا جاء مجرم وظلمك وآذاك وقتل أحد أفراد عائلتك واغتصب وسرق وكذا ثم هرب وأنت متت، ستموت بحسرتك، لا يوجد أي شيء. المؤمن انظر كيف أنا أنظر للموت. أنا أنظر للموت على أنه هو الحياة الحقيقية، أنظر للموت على أن الله سبحانه وتعالى سيكرمني ويعوضني خيرا عما أخذ مني في هذه الدنيا وسيرد لي حقوقي كاملة، سيقتص ممن ظلمني، سيجازيني بالجنة نتيجة صبري، سيقال لي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. طب بالله عليكم هل يستوي هذا مع هذا؟ لاحظت أخي الحبيب، يعني تصور أنا الآن أمامك، أنا لو كنت أعتقد أنه لا يوجد إله وسأموت هكذا ستكون حياتي تعيسة، لن أضحك عليك، ليس لدي أمل بعد الموت، طموحي محدود بهذه الدنيا، وهذه الدنيا أنا لا أعلم كم سأعيش، قد أموت غدا، وكل واحد لا يعلم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. إذن أنت كمؤمن مكرم مدلل، تعيش حياة هادئة مستقرة آمنة، ولديك أمل كبير بعد الموت بحياة هي الحيوان، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذن أخي الحبيب، الإيمان جاء لمصلحتي ومصلحتك. إذن لماذا تلحد؟ لا داعي، يعني أنا لم أفهم عقلية الملحد كيف يفكر. أعطوني، وأنا قلت مرارا أتحدى أن يعطيني شخص فائدة واحدة للإلحاد يقول لي هذه فائدة. يعني مثلا بعض الناس يعتقد أن الإلحاد يعطيك حرية في الشذوذ الجنسي، طيب الشذوذ الجنسي كله أمراض ليس مفيدا. يعطيك حرية لتشرب الخمر، لتمارس الزنا والفاحشة، طيب هذه كلها
إما فيها سرطان بالنسبة للخمر وأمراض أخرى، أو فيها مشاكل كثيرة تتعلق بالفاحشة والزنا والشذوذ وكذا. إذن هذه ليست فائدة. أتحدى أن يأتيني شخص بفائدة واحدة للإلحاد، لا يوجد، لا يستطيع أن يجد. لماذا؟ لأن الملحد فقد الأمل. فقدان الأمل يعني انتهى، أملك أصبح في من حولك. لذلك نجد أن أكبر نسبة للانتحار بين الملحدين. أنا طبعا أحبتي فلا لا أريد أن أطيل عليكم، أنا إن شاء الله سأبث لقاءات أخرى، وطبعا أعذروني، هذه اللقاءات يجب أن تكون مطولة لنفهم حقيقة الإلحاد، حقيقة نظرية التطور، ولنشعر بنعم الله علينا، نشعر بهذه النعم العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن ينفع بهذه المعلومات كل من يشاهدنا ويرانا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.